وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ود أحدهم ولا نصيفة. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هذا فيه النهي عن سب الصحابة. روى الطبراني وحسن الشيخ الألباني أو صححه في الجامع على ابن عباس رضي عنهما قال: قال وسلم: من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا فيه التحذير من سب الصحابة رضي الله عليهم. قال أهل العلم أن سب الصحابة له حالتان، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول: إن كان سب لدين الصحابة فهذا كافر، قال: وإن كان لذات الصحابي فقال هذا فاسق يفسق. والشيخ ابن باز رحمه الله له قول آخر يقول: الذي يسب جميع الصحابة قال هذا كافر، والذي يسب أحد الصحابة يعني شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة قال هذا فاسق. هذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: الساب لجميع الصحابة قال هذا كافر، والساب لشخص أو شخصين قال هذا فاسق. قال: فوالذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيف، يعني المد ولا نصف المد، يعني في الأجر والثواب ما بلغ أبدا لو أنفق مثل أحد ذهب، وذلك لفضل الصحبة، لفضل الصحبة وقوة الإخلاص عند الصحابة، قوة الإخلاص. نعم.